يوني بيلدرز، أنا لولا. حسناً، نحن الآن في طريقنا إليكم. لقد حان وقت العمل، وسوف يكون عملاً لذيذاً. أهلاً دافي. يا فريق، أوكلنا الطاهي هكتور ببناء مطعمه الجديد لوني برجرز. إن هذه فرصة نادرة حقاً. هذا جيد لولا. يحتاج هكتور إلى مكان حيث يمكنه إعداد الطعام بشكل أسرع. بهذه الطريقة لن يضطر زبائنه إلى الانتظار. إذن فلنقوم بتحضير بعض الخطط ونتخيل أفضل مطعم برجر من أجل هكتور. أظن أن المطعم الجديد يجب أن يبدو كالبرجر. ويجب أن يكون هناك شباك طلبات سريعة في الخارج. مهمة بناء مطعم ودافي لن يشارك؟ هل لديك شيء تضيفه دافي؟ ماذا كان السؤال؟ يجب أن يكون المطبخ كبيراً حتى يتمكن هكتور من صنع شرائح الجزر ومخفوق الحليب والبرجر. نعم، كما قال. فكرة رائعة يا رفاق، إن هكتور سوف يذهل بتصميم البرجر كثيراً. حان